السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجريدي المركزينا هوش كالدنز، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهات تعلم واستمتع مع أوجريت، دروس اللغة التركية، الحكاية والقصص والنصوص والمحادثات. طبعا بعد النجاح الكبير يلي حققته الحلقة الأولى من هاي السلسلة، حابب كمل هاي السلسلة واليوم مع حكاية جديدة ومفردات جديدة وألفاظ جديدة وطريقة جديدة في تعليم اللغة التركية لغير الناطقين بها وللأخوة العرب الموجودين داخل وخارج تركيا. برجع بذكرك إذا مو مشترك بقناتي اشترك وفعل زر الجرس لتوصلك الحلقات القادمة من هاي السلسلة ولتقدر تشوف الفيديوهات والحلقات السابقة. خلونا نبلش مع حكاية جديدة ومجموعة جديدة من الكلمات والمفردات. خمنوا معي اليوم شو عنوان حكايتنا أو شو هي حكايتنا الثانية. طبعا حكايتنا الثانية بعنوان بوبي المخلص، فيفالي بوبي، فيفالي يعني مخلص، فيفالي بوبي يعني بوبي المخلص. وكالعادة أول مشوار بنبدأ فيه هو كرر واحفظ كلمات الحكاية. جيب دفتر وقلم، اكتب الكلمات وكررها لحتى تحفظها بشكل جيد. يافرو تلكي يعني صغير الثعلب، يافرو الولد الصغير بنقول له يافرو، الام بتقلها لابنها يافروم يعني ابني الصغير، يافروم يافرو، يافرو تلكي يعني صغير الثعلب. كورشون او ميرمري او عفوا ميرمي، كورشون او ميرمي يعني الرصاصة او اللي بتطلع من المسدس، كورشون أو ميرمي. باتلد انطلق، باتلد انطلق وبتجي بمعنى انفجر أيضا. إصابات اتي أو دي دي، إصابات اتي يادا دي دي بمعنى أصابع. أيضا أصدقائي الأعزاء مجموعة أخرى من الكلمات، وكل ما كررت أكثر كل ما حفظت أكثر. باجاك ساق، باجاك ساق، باجاك أو القدم، ساق أو القدم. كول ذراع، تشد حملة. اي götürdü مثلا نقول اذي götürdü، الفعل götürdü بياخد حرف جر إلى، نقول اذي götürdü يعني أخذه إلى البيت. هاستانيه götürdü، أقولا götürdü. بنكرر الكلمات الموجودة بسرعة، باجاك، كول، تشد، götürdü götürdü. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz kelimelerle. Böylece hakeza, böylece hakeza. Ölüm el-maut, kurtardı ankada, kurtardı. Teşekkürler şükran, teşekkürler şükran. Arkadaşlar tekrarlama yapmak sizin için çok faydalı, bu yüzden tekrarlıyorum. Böylece ölüm kurtardı. Böylece ölüm kurtardı. Teşekkürler. Mecmua cedide minil kelimat aydan. Samimi vefalı muhles. Samimi av vefalı. Neynatun manahun muhles. İmma samimi av vefalı. Çıktı kharaca. Vefakar أيضا بتجي معنا وفي، vefakar ما تنسوا تحطوا فوق كار الآ تعيد كار شبكة، vefakar بمعنى وفي. هوا ألما التنزه، بقول لك أنا طلعت أتنزه، هوا ألما يا gidiyorum، هوا ألما يا gidiyorum أنا رايح أتنزه. Evet arkadaşlar أيضا كلمات وتكرار. جيب جيب أو جيب، ممكن تنكتب جيب بالإنجليزي أو جيب بالتركي وهي سيارة الجيب. غوريور غوريور، طبعا غوريور مش معناها قدم، معناها يشاهد أو يرى. غوريور يشاهد أو يرى، في خطأ بتصميم العرض. إي زيارة التم مثلا، هون زيارة بده مفعول به، مقول أنمي زيارة التم، ما بقول أنمي زيارة التم، نقول أنمي زيارة التم. Arkadaşlarımı ziyaret ettim ve hekeza. Bayram yani عيد. Bayram
يعني عيد بايرام. أيضا الكداشلار ملي أو ملي وهي صيغة الوجوب، عندما نضيف لفعل الفعل لاحقته ملي أو ملي يصبح بمعنى يجب أن، مثلا أوكوماليم يجب أن أقرأ، تكرار لما يابمالسنز يجب أن تكرروا، تكرار لما يابمالسنز يجب أن تكرروا. أفج بمعنى صياد، أفج. إيش يضا دروم بمعنى أمر أو وضع، إيش يضا دروم. يونالتيور بمعنى يصوب، يونالتيور 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 بمعنى يصوب. أيضا كلمات، وما أكثر كلمات هذه الحكاية ولكنها مفيدة ورائعة. نيشان أليور يعني يصوب أيضا، نيشان أليور. إيدورو نقول إيدادورو، يعني رحت على البيت مباشرة إلى البيت، إيدادورو إلى آخره. تفك بمعنى بندقية، إي تاكيبتي بمعنى تابع، نقول أرابي تاكيبتي تابع السيارة، هرسز تاكيبتي تابع الحرامي إلى آخره. أذكر أركداشلار هيك بنكون خلصنا من الكلمات، والآن إلى الخطوة الثانية وهي حكايتنا لهذا اليوم وما فيها من فائدة وجمل جديدة وتراكيب جديدة وعبارات جديدة. بوبي جيزين مايا شكت، جيزين مايا، ما المقصود بالجيزين مايا؟ مش جيز مايا، لما أنا جيز مايا أنا جيزين مايا، لأنه هو طلع لحاله ما حدا معه. جيزين مايا خرج للتجول بمفرده، جيزين مايا شكت. Ormana giren bir jeep au jeep gördü. Ormana giren bir jeep gördü ya da jeep gördü. Kendi kendine şöyle dedi. Bobby gezinmeye çıktı. Kharaca Bobby للتنزه. Ormana giren bir jeep gördü. Şahede jeep dahile ila algaba. Giren بمعنى الداخل من فعل الدخول gir. Tusbih giren. Yap yapan. Sil silen. İlâ ahirihi. كاندي كاندينا لنفسه، بينه وبين حاله كاندي كاندينا، إذا أقول بيني وبين حالي بقول كاندي كاندي ما شويلة ديدي، قال لنفسه. شو قال لحاله يا جماعة بوبي؟ أرابي يالنزجا بايرام زيارتيم ده شهر ده قردم. يالنزجا بمعنى فقط فقط فقط، شفت السيارة بالبايرام بالعيد لما رحت أزور المدينة. بو إشتا تهاف بير شيء غلمالي، bu işte tuhaf bir şey olmalı. Tuhaf yani garip. Tuhaf bir şey olmalı yani lazım ikun fi vada garip. Ana avul mera beşuf seyara bil gabe ve ma beşufa gher bil medine. Ana lam uşahed seyara illa fil medine. Yalnızca bayram ziyaretimde şehirde gördüm. Bu işte tuhaf bir şey olmalı. La budda an yakuna fil emri şeyen gariben. نعم أصدقائي devam ediyoruz من كمل. Bobby arabayı takip etti. بوبي تابع السيارة. أربضان çıkıp tüfeğini arkadaşı Salub'a doğrultan bir avcı gördü. طبعا gördü gördü في خطأ كتابة gördü مع الأسف في الشريحة gördü. بوبي arabayı takip etti. Arabadan çıkıp tüfeğini arkadaşı Salub'a doğrultan bir avcı gördü. Yani تابع بوبي السيارة، شاف صياد يخرج منها وبيصوب بندقيته نحو صديقه سالوب. أركداشي سالوبا دورولتان بير أفج غوردو. دورولتان يعني يوجه أو يصوب. البندقية تفيني تفيني يعني بندقيته، تفيني يعني بندقيته. طيب شو صار بعدين؟ أفجيا بير طاش أط، أفجيا بير طاش أط، سلخ حجر للأفجي للصياد. Mermi patladı. Mermi patladı. Yani şu sar sabul el mermi darabu darabu sabu. Yani ve salubun bacağına değdi. Şu hiye el mermi. El mermi harf an mesaru udab usab salub wen bacağına değdi. Yani jaet fi saq salub. Rsasa ejet fi saq ve salub. Hala Bobby saluba koşup onu kollarının arasına alarak doktora götürdü. Bobby Salub'a koşup, rekada mübaşereten bittijah Salub, onu kollarının arasına, min ben ide, min ben zira'u,
alarak akhiren iyahu şalu hek u doktora götürdü. Akhadu al doktor. Hamalehu beyne zira'ih ve akhadahu ila at tabib. Tamam. Kollarının arasına alarak şalu beyne ide doktora götürdü ve akhadu al doktor. Böylece Bobby arkadaşı Salub'u ölümden kurtardı. Kurtardı. Böylece ve hekeze Bobby, sadıkna Bobby, arkadaşı Salub'u ölümden kurtardı. Kurtardı. Ankadahu minel maut. Öyle vahid, sen beni ölümden kurtardın. İnte ankadni minel haya. Teşekkür ederim. Hekeze ankada Bobby sadıkahu Salub minel maut. Ölümden kurtardı. Salub ona. Salub şu ello. Teşekkür ederim Bobby. Sen vefakar bir arkadaşsın dedi. Teşekkür ederim Bobby. Sen vefakar bir arkadaşsın dedi. Anta sadikun muhles. Kala lamin. Kala li sadiku Bobby. Min huve? Salub. Salub ona. Salub la ello. Teşekkür ederim Bobby. Sen vefakar bir arkadaşsın dedi. Anta sadikun muhles. Kala lehu. نختم حكاية اليوم بهذا المثل الرائع أتمنى أن تحفظوه جيدا gözden uzak olan gönülden de uzak olur gözden uzak olan gönülden de uzak olur بمعنى البعيد عن العين بعيد عن القلب حاول أن تبقى قريبا من العين ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو مع أصدقائك واجب إنساني إلى هنا أيها الأحبة الكرام أكون قد وصلنا معا إلى نهاية حكايتنا لهذا اليوم أتمنى أنه كانت مفيدة كتير أمرم çok faydalıydı izlediniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakınız hoşça kalın gelecek hikayede görüşürüz bye bye